مستمرين معك يا كابتن ايمن. معانا الكابتن سامي قمصان. كابتن سامي، بطوله غاليه، مشوار بطوله من اصعب البطولات ومشوار طويل، وادي التحيه من حسين الشحات. مشوار النهارده بيكلل بالتتويج رسمي في لحظه طال انتظارها. طبعا مبروك طبعا جمهور النادي الاهلي، لحظه مهمه جدا وفخر لاي اهلاوي اللي هو ينتمي للكيان الكبير دوت. يعني الحمد لله بطوله كبيره، واعتقد بطوله مستحقه. ان شاء الله عندنا فرصه كبيره بقى في افريقيا نركز فيها، ودايما احنا بنفصل الحمد لله احتفل النهارده زي ما كل الناس تحتفل، لكن الهدف الاكبر اللي احنا بنسعى له ان شاء الله بطوله افريقيا ان شاء الله. من صدى الكاميرا بعد ما فخري عمل الجون الثاني، الجون اللي احرزه كهربا، ناديت على فخري وكلمته على الخط، كنت بتقول له ايه؟ هو فخر من اللعيبه المميزه جدا يعني، والراجل بيديله فرصه كبيره وهو يستحقها طبعا. طبعا بيديله دوافع، بيديله ثقه لانه لعيب مميز ان شاء الله محتاجينه الفتره الجايه، ان شاء الله يبقى احسن الفتره الجايه باذن الله. سامي، المستر بيتسو موسيماني وعلاقته مع اللاعبين، شايف ان اكن راجل مولود جوه النادي الاهلي، واخد على اللاعبين، واخد على الجهاز الفني، امور ودورك ودور الكابتن سيد عبد الحفيظ سهل عليه هذا الامر؟ هو طبعا راجل مميز في النواحي النفسيه جدا، بيعرف يتعامل مع اللعيبه كويسه، اللعيبه الكبيره، اللعيبه الصغيره، اللعيبه اللي عندها خبرات، عنده مميز جدا في النقطه ديت. يعني هو زي ما انت قلت حافظ الفرقه كويس، عارفها كويس وعارف امكانياتها وعارف قدر النادي الاهلي وحجم النادي الاهلي. فاعتقد ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله تكون تكلل مجهوداته، وان شاء الله الطموح اللي احنا بنسعى له كلنا ان شاء الله. اخيرا، حلمك وحلم كل جماهير النادي الاهلي البطوله الافريقيه. يا رب ان شاء الله، ان شاء الله احنا قريبين منها، وان شاء الله ربنا يحقق لنا ان شاء الله الهدف ده. مستمرين معاك يا كابتن.